واحدة من أحلى الحاجات في الدنيا إنه تلقى أكل هيلثي بحسسك بالمشاعر دي، وده اللي حسسني ليه هو الشاورما بولدي يا جماعة، طعمها ما طبيعي وفي نفس الوقت سوبر هيلثي. فأول حاجة هنجيب الجداد وهنقطعه زي ما انتو شايفين، وهنضيف عليه البهارات عبارة عن ملح وفلفل وتشيلي فليكس وبصل بودرة وبابريكا وشمار وثوم وكمان زبادي، بلخبطهم كويس وبخطها على جنب. بعدين بقوم بقطع البطاطس زي ما انتو شايفين بالقطعة دي. بعد كده ديت بقوم بضيف على بنشف البطاطس كويس وبضيف عليه بصل بودرة وثوم بودرة وبابريكا وملح، بدخله في الاير فراير. بعد كده ديت بقوم بحمر الجداد، بغطيه علشان يبقي جولسي، وفي الوقت ده بقطع اي السلطة حقتي عبارة عن خيار وطماطم وخس، وبضيف عليهم حتة ملح وعصير ليمون وكمان دبس رمان وبخطها على جنب، وبشوف الجداد حقي زي ما شايفين شوحت شوية زيادة. بعدين ببتدي اعمل في البول عبارة عن حمص، بضيف الجداد والسلطة والبطاطس وبضيف عليه كمان ثوم من فوق وعليه كمان مخلل، يا جماعة طعمها ما طبيعي ما طبيعي، لازم تجربوها.